عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أنتم معي في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع في ساعة. كعادتي دعوني أرحب بضيف الكرام الدكتور عبد الرحمن عناد، عضو مجلس الشورى السابق والمستشار في مركز أسبار، مساك الله بالخير. معنا الأستاذ عبد الله ناصر عتيبي الكاتب جريدة الحياة، مساك الله بالخير. ومعنا أيضا الدكتور خالد العمير أستاذ القانون في جامعة الملك سعود، مساك الله بالخير. حياك الله. أخيرا معنا العزيز عقل الباهلي المشاكس، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا. إلى موضوعنا الأول، بات أهالي الموصل تلك الليلة يحكمهم نور المالكي. استيقظوا في اليوم التالي ليجدوا أنفسهم تحت إدارة مجاميع مسلحة. هناك من قال داعش، آخرون قالوا من عناصر جيش صدام حسين، وفئة تصر على أنهم قبائل وثوار. وفي المقابل وبعد السقوط المذل لهيبة الدولة، خرج نور المالكي يستجدي الأهالي للنزول إلى الشارع، معلنا فتح باب التطوع وسط دعوات مماثلة لحمل السلاح أطلقها السيستاني. دكتور عبد الرحمن، كيف تفسر لنا ما يحدث في العراق الآن؟ والله ما أدري من يستطيع أن يفسر ما يحدث في العراق، لأن العراق الآن اختلط الحابل بالنابل فيه. لكن تقدير الشخصي لما يحدث هو تصعيد بطريقة أو بأخرى للوضع الطائفي والحرب الأهلية الطائفية، إنها بدت فعلا تتبلور بشكل جدي، لدرجة أن اتحدوا فيما بينهم صحيح ضد حكومة المالكي والمالكي. ونأمل يعني فعلا ألا تتطور فعلا إلى حرب يعني قد تتدخل فيها أطراف أخرى كإيران يعني أو غيرها، لكنها ربما تكون هذه هي الشرارة الرئيسية في سبيل إحياء تقسيم العراق وإقامة الدولة في الوسط. لأن الآن المنطقة المسيطر عليها في الأنبار وصلاح الدين ونينوى لم يتبقى إلا بغداد، فيصبح كأن الوسط أصبح في يد طوائف وجماعات سنية، وكأن هذه توطئة للتقسيم فعلا الطائفي. نعم أستاذ عبد الله، أنت كيف تفسر بالفعل يعني للمشاهدين ما يحدث في العراق؟ يعني هل ما حدث حركة من داعش؟ هل هي من الثوار الذين يقودهم مثلا عزة الدوري؟ هل هي حركة أصلا من المالكي لتثوير العراقيين مثلا وعمل يعني للعمل ضد داعش؟ والله أنا أشوف الأمر معقد. يعني إحنا دائما نفكر في مثل هالأمور بحدية، يعني مع الثوار أم مع المالكي، ضد الثوار أم ضد المالكي. أنا أشوف الأمر معقد يعني بشكل كبير. المالكي زرع خلال السنوات الماضية كثير من المشاكل، كثير من الأزمات، كثير من التعقيدات في العراق، والآن هو يحصد ما زرعه خلال السنوات الماضية. دخول داعش استغلت الفراغ الأمني في شمال العراق وفي شرق سوريا، ومثل هالحركات عادة تزدهر في الفراغ الأمني. اتصلت بالمجاميع الثائرة على حكم المالكي، المجاميع السنية. كل هذا شكل حراك وطني، أو شكل حراك ليس وطني الحقيقة، شكل حراك باتجاه العاصمة بغداد. أنا أعتقد تعقيبا على كلام الدكتور أنه أداء الحرب الطائفية أنا أستبعدها دائما. يعني في التاريخ العربي والتاريخ الإسلامي لم تكن هناك حرب طائفية حقيقية من 1400 سنة إلى الآن. لم يكن مثل أوروبا مثلا بين البروتستانت والكاثوليك، ما كان هذا موجود. يعني ما حصلت مثل الحروب هذه في الأمة الإسلامية. أنا أعتقد أن العراق ستطول هذه الأزمة، لن تحل بسهولة، لن تتمكن داعش من إقامة دولتها. بالنسبة لي أنا شخصيا، والثوار بالنسبة لي اللي يقودهم مثلا عزت. أنا بالنسبة لي شخصيا وجود دولة في العراق أفضل من عدم وجود دولة. يعني وجود المالكي في العراق بالنسبة لي أفضل من أن يكون هناك فراغ أمني بقيادة داعش أو غير داعش. بعد ذلك نستطيع أن نضغط على المالكي بطرق أخرى. يعني المالكي يجب أن يفهم الآن أن هذا ما زرعت يده وهذا وما يحصل الآن هو نتيجة كل السنوات الماضية. طيب دكتور خالد، أنت كيف تفسر بالفعل ما حدث في العراق وما حدث من الجيش العراقي من ترك العتاد والأسلحة؟ هل هذه يعني مؤامرة؟ هل هي بإعاز من المالكي أو من قادة الجيش لجر رجل زي ما يقولون داعش؟
أنا أستبعد المؤامرة في الموضوع هذا بالكامل، يعني هي في مؤامرات قد تحدث لاحقا أو استغلال للأوضاع، هذا وارد، وتوظيف لمصالح فئة أو طرف أو آخر. لكن أنا أعتقد الآن الذي يحدث في العراق هو نتيجة طبيعية في الحقيقة. العراق في أزمة منذ ما سمي بحرب تحرير العراق من نظام صدام حسين، يعني مجازا في الحقيقة. فأنا في ظني أن الوضع في العراق مقبل على تغيير، طبعا صعب التخمين نحو، صعب في الحقيقة. قد يكون التغيير بسيطرة طائفة، وفي الغالب هي الطائفة الموجودة الآن، يعني لأنه هو نظام طائفي، وأنا في اعتقادي الدعم الإيراني موجود. وقد نشاهد، يعني وقد تكون هذه مفاجأة للجميع، قد نشاهد الحرس الثوري وبجانبهم الأمريكان في الحقيقة يدعمون المالكي، وهذا وارد، أو أي نظام آخر سيأتي وباعتقادي سيدور في فلك المالكي. لا، واضح أن السنة ما عندهم برنامج واضح أو خطة معينة، ومثل ما تفضلت في البداية هم أطراف ما بينهم نزاع ولكن متفقين حول مصلحة معينة الآن. لذلك أنا ما أستطيع أصف أيضا اللي يحدث في العراق مثل ما وصف البعض بأنه ثورة. أنا ما أعتقد أنه ثورة، هي أطياف مختلفة اجتمعت وشكلت تكتل لديها مصلحة آنية قد تتغير مع الظروف المستقبلية. هذا في ظني ما سيحدث. ممتاز. أستاذ عقل، أنت كيف يعني أيضا ترى المشهد؟ أين دول مجلس التعاون من المشهد هذا؟ وألا ترى أنه محتمل أن تقوم دول مجلس بدعم مثلا العشائر لتقوية يعني الأجنحة السنية؟ لا، أنا الحقيقة يعني أكثر ما يعني لفت نظري، وأعتقد أنه ليس في صالح العراقيين، سواء يعني الحكم المركزي أو القوى المعارضة، وهو يعني تلبيس السنة مشروع داعش. يعني هذا شيء مزعج للغاية، ولا العراقيين نفسهم، القوى السياسية في العراق لا تريد أن يلبس قضية السنة والمعارضة السنية أو الفئات السنية أن تكون يعني تلبس داعش. ما حدث، أنا أعتقد أنه يعني في كثير من المؤامرات، في كثير من يعني الحين تشوف المشهد، في ناس ما يبون داعش بس يبون فعل داعش. أي صحيح. فهذا الخلط، في ناس يقول لك احنا مش مع داعش ولا نقبل داعش، ولكن ضد المالكي، ضد المالكي. لكن أنا المشهد اللي شفته، كل الأعلام اللي أطلعت في اليوتيوب، انسى المحطات بس على الأقل في اليوتيوب، والمحطات في محطات كثيرة، كل المحطات تطلع العلم علم داعش يعني. فما معقول يعني أنه يكون قوة سياسية سنية تتبنى هذا المشروع. في ناس يريدون فعل داعش لكن يقولون لا، هذا مش داعش، هذا القوى العراقية. القوى العراقية يقولون لا، احنا حتى يعني المراكز السنية في البصرة اليوم وأمس في بغداد، في بعض القوى السنية الدينية يعني المفتين يحذرون من الاستمرار في هذا النهج، ويدعون إلى يعني الوفاق ودعم القوة المركزية للدولة، الجيش والأمن. أعتقد أن دول الخليج ربما خلافاتها مع المالكي بعض منهم يجعلهم يعني مع قوة الحكم المركزي، وبعض القوى اللي هم يساندونها ربما هم يعني لا يبدون رأينا الآن، لا يقولون شيء، لكنهم أيضا غير فعالين، يعني لا يستطيعون حتى أن يعني يفعلون مثل الإيرانيين. أيضا أنا يعني أشوف الناس كلهم يخشون أن إيران تتدخل. إيران لن تتدخل، وداعش إيران موجودة أصلا، داعش لن تستطيع الوصول إلى بغداد، هكذا أفهم أنا إن كنت أفهم في السياسة، لن تستطيع الوصول، وبالتالي سيظل الصراع في المناطق الآن، وتعود القوات العراقية. حتى الآن البشمرقة دخلوا وحرروا أجزاء، سيساهمون في دعم الحكم المركزي في بغداد لتثبيت النظام ومعالجة. نعم، سيساهم هذا الحادث ربما في مصالحة سياسية قادمة. إلى موضوعنا التالي. دعوات إيرانية دون سابق إنذار، قد تكون وقد لا تكون، إلا أنه في المحصلة النهائية هناك حراك مختلف، حراك غير معهود من الجانب الإيراني، إذ خرج مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والمقرب من دوائر صنع القرار الإيرانية، معربا عن استعداد بلاده لعقد قمة رباعية تجمع بجانب السعودية كل من مصر وتركيا،
ترى ما الذي تبحث عنه طهران؟ أستاذ عبد الله، تتوقع يعني مع هذه الدعوة أن تجتمع التناقضات في على مائدة واحدة؟ ربما. هل القمة هذه طلب عقدها من أكثر من سنتين أو سنة ونص، واتفق عليها في القاهرة ثم انسحبت منها السعودية قبل سنتين، سنة ونص تقريبا. أنا أظن أن الإيرانيين يستبقون الأحداث، يعني هذه القمة هذه جاءت بعد طلب وزير الخارجية السعودي من وزير الخارجية الإيراني زيارة الرياض. أنا أعتقد الإيرانيين يريدون دائما يريدون دائما يكونوا هم قادة المشهد، أن الحلول دائما في يدهم مش في يد السعوديين. يعني هذه دعوة استباقية، مش استباقية، دعوة لاحقة لدعوة الأمير سعود الفيصل، فبالتالي أصبحت المظلة أكبر الآن. أربع دول. أنا مؤمن تماما أن السعوديين جادين الآن في البحث عن حل لسوريا. إيران تعرف هذا الشيء، يعني السعوديين ليست نفس السياسة قبل سنة ونص أو سنتين. السعوديين أصبحوا الآن أكثر من أي وقت مضى يبحثون عن حل سياسي للأزمة السورية. إيران تعي هذا الأمر جيدا. أنا أعتقد أن ما قام به عبد اللهيان هو فقط بس لذر الرماد في العيون، ليظهر إيران هي قائدة المشهد في العملية السياسية أو في البحث عن حل سياسي للأزمة السورية. لكن أنا مؤمن تماما أن إيران جزء من المشكلة، ودائما أقول أنها جزء من الحل، لكن لا يجب أبدا أن تكون هي المتحكمة في صنع هذا الحل. دكتور خالد، طبعا انت لو تشوف في تناقضات، لما انا قلت تناقضات يعني العلاقات السعوديه الايرانيه والعلاقات المصريه التركيه ليست على ما يرام، هل يمكن يعني ان يكون هناك حظوظ للتقارب؟ هذا ممكن في الحقيقه، لكن اذا الاطراف صريحه مع بعضها بعضا، يعني كل واحد يبدي ما لديه، يبدي القضايا في الحقيقة، والقضايا العالقة كثيرة. الآن يمكن نتكلم عن سوريا، الآن القضية أيضا العراق، لا ننسى العراق الآن. أيضا المشهد المصري تغير بالكامل الآن، المشهد المصري الآن في اعتقادي يجعلنا نحن السعودية بالذات في طرف وفي حالة أفضل، يعني نحن ومصر الآن في خندق واحد. طبعا واضح أن تركيا لابد أن تغير سياستها، لأن تركيا أيضا في علاقتها مع الأخوان غير تركيا في علاقتها مع السيسي الآن. فأيضا الآن المشهد بالنسبة لإيران، أنا في اعتقادي إيران لابد أيضا أن تفكر بشكل جلي في الأيام القادمة وماذا سيحدث. هي موجودة في المنطقة بأشكال وصور مختلفة، يمكن إيران نستطيع أن نصفها بأن العنصر الفاعل على الأرض في الحقيقة، هي تحرك المشاكل هنا وهناك، تحرك الأحداث. البقية يمكن نحن مكتفين فقط يمكن بالعمل السياسي، لكن هي تشتغل على الأرض. يعني حزب الله موجود مثلا، الحرس الثوري في اعتقادي موجود في سوريا، وغدا أنا أتوقع أن يكون موجود في العراق إذا تدهورت الأمور، وقد يكون هذا وارد. يعني لأن تفكك الدولة في العراق في اعتقادي أنه ممكن يحصل في أي لحظة في الحقيقة، لأن الدولة أصلا لم تبنى على أساس أنها دولة وطن تجمع الجميع، ولكنها دولة طائفية مثل المشهد السوري وغيره. طيب أستاذ عقل، أنت أنا متأكد أنه أنت ممن يدعون إلى التقارب، وبالتالي أنت تؤيد مثل هذه القمة؟ أنا بس يعني شفت الناس كثير وأنا منهم دائما نعتقد بأن الإيرانيين يعني لديهم حصافة لغوية وقدرة على التحليل، بس أنا شفت أمس يعني تصريحات الروحاني في اعتقادي مضحكة، يعني لأنه يقول نحن في 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 المؤتمر القادم 5+6 في النووي، في يعني في في سباق، إن تحقق الاتفاق فالجميع ربحان، وإن لم يتحقق فهناك خاسرين، لكن أكبر الخاسرين الغرب. هذا كلام فاضي، أكبر الخاسرين إيران، لأن الغرب عنده مفاتيح كل ما يصب في إيران من آلة أو فلوس يتحكم فيها الغرب. عدم تطبيق توقيع اتفاقية للنووي الإيراني، الخاسر الأكبر إيران. ولذلك يعني حتى ما هذا الموضوع، موضوع الآن يطرحون مسألة المؤتمر في ظل أزمة بغداد، أزمة العراق، يعني نوع من 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 أنا دائما أتهم الآخرين بأنهم يركضون يدورون حلفاء، بس أعتقد أن إيران تركض بتصريحات الآن لأنها تشعر في أنها مأزق
مجبرة أن توقع مع 5+1. أيوة. وفي نفس الوقت تواجه أزمة في العراق وتواجه أزمة في سوريا، أمامها حلول. أنا أعتقد أنه إيران في أفضل حالاتها للتفاوض معها الآن، اللي يبغى مع إيران اللي اللي يبغى يعني إيران تنازلاتها في الوقت الحاضر، مساعدتها في بعض الملفات. طيب رؤيتك لهذه الدعوة هي نوع من يعني من الملف من الأوراق السياسية، إنه إيران دولة سلام، يعني هذا تدعي، يعني تعرف الإعلام يبغون يظهرون يعني دولة سلام. وإذا هم يعني يبي ينعقد مؤتمر من هالنوع، هم ما عندهم مشكلة، لكن لا يعني يريدون أن يكون دائما المؤتمر بدون جدول أعمال، بدون تعهدات مسبقة، بدون جدول بدون أعمال، شروط، بدون جدول أعمال، ليحضروا يظهرون في الإعلامي يصرحون يستفيدون، يفشل المؤتمر يحيلونها للآخرين. واضح. شوف الدكتور عبد الرحمن، أنت كيف تقرأ يعني تصريح مساعد وزير الخارجية الإيراني؟ والله شوف، يعني تأكيدا لما ذكر الأستاذ عقل، القضية لا أكثر من مناورة سياسية، وإيران شاطرة في المناورات، وليس أضعف من هذه الدعوة. أنا أشوفها جاءت عرضية في مؤتمر صحفي في القاهرة عندما خرجت إيران أو اكتشفت أنها خرجت من الموضوع المصري والتقارب الخليجي المصري، خرجت من المولد بلا حمص، وتريد بطريقة أو بأخرى في وقت المؤتمر الصحفي اللي عقد في القاهرة وطرحت فيها هذه الدعوة كأنها شيء عرضي أصلا، ما هي شيء مخطط. يعني إذا بتدعو القمة خل وزير الخارجية على الأقل، مو مساعد وزير الخارجية يدعو لقمة زي هذه. أيضا إيران تريد أن ترمم العلاقة التركية المصرية زي ما ذكرت أنت، يعني أعتقد أنها برضو تركيا خرجت خاسرة من المشهد، فهناك يعني محاولة إيرانية فعلا للحصول على شيء مما حصل، خاصة إن في نفس اليوم كان خطاب السيسي قوي أيضا في اهتمامها بأمن الخليج. صحيح. وأبدأ هذا الشيء بشكل واضح وقوي. صحيح. فاصل ثم نعود إليكم. أهلا بكم وإلى موضوعنا التالي. اخترق المعبد في ساعة متأخرة، ومن ثم قام بتكسير التماثيل، ذلك ما أقدم عليه طالب سعودي يدرس في اليابان ويتجاوز عمره 30 عاما. السلطات اليابانية ألقت القبض عليه وفتحت تحقيقا لمعرفة دوافع الطالب، فيما أشير إلى أن تلك التماثيل يعود تاريخها إلى أكثر من 300 عام. هاي ايش رايك دكتور؟ الحقيقه يعني هو ما هو صغير، عمره 30 سنه، يعني يمكن يفترض ان يكون على قدر من النضج، بس يمكن تلبسته حاله من التدين الزايد وشعر انه يعني من قريش ولا. انت ايش رايك في اللي حدث؟ هو الموضوع جدا غريب، انا في الحقيقه لم استوعبه، يعني لان اولا هو طالب، يعني ليس سائحا، يعني وجوده ليس وجودا طارئا، فالواضح هو وجود دائم في هذه البلاد. في اعتقادي قد يكون بالفعل ما طرحته، يعني أن عنده أسباب دينية خاصة به، يعني ففجأة كره الآخر وكره ما يشاهده واتخذ قرارا بأن يغير الأمور بيديه. طبعا أنا في اعتقادي هو لم يوفق، إذا كان الدافع لديه هو دافع ديني، لكني أنا أعتقد أن هناك مشكلة أو هناك شيئا لابد، يعني وأنا أخمن، أنا أعتقد أنه عنده يمكن مشكلة عقلية أو مرضا عقليا طارئا أو توهم معين سيطر عليه أكثر من أن يكون واعيا ومدركا لما قام به. الآن السعوديين موجودين في كل مكان في العالم، يزورون المتاحف، يزورون المعابد، يزورون كل مكان حقيقة، ويطلعون على الحضارات، وعندهم صفاء ذهني بالنسبة للنظرة للآخر،
ما أنكر في عندنا أيضا بعض المتطرفين وهم قلة، وفي الغالب هم لا يغادرون أيضا الأرض السعودية غالبا أتكلم يعني، هذا موجود في اليابان ويدرس منذ فترة واتخذ قرارا. أنا في اعتقادي أن هناك أمور تحتاج إلى تفسير، وفي اعتقادي يجب أن نبتعد عن التفسيرات المنطقية لهذا الموضوع أن أراد أن يكسر أصناما أو ما شابه. صحيح أستاذ عبد الله، يعني أحيانا قد الواحد تأتيه مثل هذه الحالة، حالة من الوصاية، يعني يمكن تجيني أنا هذه الحالة لو أشوف مثلا وأشعر بشيء من الذنب لو ما نفذت مثلا يعني شيء من النهي عن المنكر باعتبار ما تربينا عليه، مع أنه في كثير من الآثار التي مر عليها يمكن الصحابة ومر على الزمن وهم لم يكسروها، أنت كيف ترى المسألة؟ أنا أشوف أقول خلينا بس نشوف تحليل الدم، يمكن بعد تحليل الدم نكتشف شيء ثاني يعني. بعد ما يعملون تحليل دم يعني يمكن يكتشف شغلة ثانية يعني. مستحيل يعني مثل ما تفضل الدكتور، يعني مستحيل رجل في قواه كامل قواه العقلية يقدم على هذا العمل يعني. إذا بناخذها للجهة الثانية، هذا التفسير المنطقي لكل العملية، أنه حالة شاذة لا يمكن أبدا الركون إلى تفسير معين لها وتلبيس للمجتمع. التفسير اللامنطقي بالنسبة لي أقول إن هذا ابن المجتمع، ابن الثقافة في النهاية. عندنا هنا في السعودية نقول دائما إن الأصنام حرام ويجب تكسيرها في كل مكان، هو ابن الثقافة، لكن أيضا يجب أن نضيف لهذه الثقافة ثقافة أخرى ونقول دي أنه يجب علينا احترام أديان الآخرين يعني. نحن في قرية عالمية، نحن في مجتمع اتصالي متنوع ومزدهر ومختلف ثقافات ومرجعيات وطوائف عديدة. أنا أعتقد أنه يعني إذا أنا أتكلم عن التفسير اللامنطقي الآن، إحنا داخلين في مسألة ليست لنا الحقيقة، لكن أعتقد أنه يجب أن تكثف هذه المسألة للسعوديين أيضا. نعم نحن ضد هذه الأشياء، ديننا يقول أن هذه الأشياء لا تجوز ولا تستقيم مع العقل حتى العقل الإسلامي، لكن في المقابل نحن جزء من العالم، يجب أن نحترم تراث العالم، يجب أن نحترم ما يعتقده الآخرون. أنا أعتقد يا دكتور أنها بالفعل حالة شاذة، بدليل أنه زي ما قال الدكتور خالد الآن المبتعثين السعوديين يعني يملؤون آفاق العالم يعني عددا، وبالتالي يعني تصور سلوك فردي. هي صحيح، هي بالتأكيد أنها حالة فردية، ولا أستبعد يعني تحتاج فعلا إلى دراسة، لا أستبعد أنه يعاني من مشاكل نفسية وربما فشل في الدراسة وأراد أن يعوض فشله بطريقة أو بأخرى، لكن مثل هذا التصرف الصراحة نسف كل جهود خادم الحرمين الشريفين في مبادراتنا للحوار مع الأديان صراحة. الأديان كل هالجهود هذه يعني مع اليابانيين ومع الأديان الأخرى، يعني حادثة زي هذه تسيء لكل تسيء صحيح، وهذا ربما يتطلب يعني للأمانة يعني إذا كان خاصة حديث عهد بالبعثة هذا يدعونا إلى بصراحة إجراء اختبارات نفسية لبعض المبتعثين أو للمبتعثين كلهم، وليس كل إنسان يرسل للبعثة. يمكن اللي يبغون يبتعثونهم أيضا يبغونهم يتغيرون إلى الأفضل إلى حد ما. إذن الشكوى نعتبرها حالة فردية، حالة هي عبلها وهي هي بالتأكيد حالة فردية. أستاذ عقل، لا هي طبعا بالتأكيد يعني حالة فردية، لكن أنا بس اللي أثار اهتمامي حقيقة يعني هذا يعني مواطن سعودي، وهناك يعني ملحق ثقافي، هناك سفير، هناك قنصل، يعني أنا ما شفت بصراحة، يمكن صدر شيء بس أنا ما شفت شيء يعني. وهذا حادث مش حادث مروري على أساس يعني يعالج، لا هذا حادث أثار يعني علامة استفهام على السعودية وعلى السعودي، الطالب السعودي في اليابان وفي أي مكان في العالم يعني، لأنه أصبح انترناشنال خبر دولي يعني. دولي صحيح. فبالتالي يعني كنت أتوقع أنه مجرد ما حدث الحادث أنه يصير في ردة فعل، تبادر الجهات الرسمية، السفير، الملحق الثقافي، يزورون الطالب يشوفون وين المشكلة. لا أنا أعتقد في شيء من هذا القبيل، بس ما طبعا ما هو لا ليس ما صدر بيان، لا ما صدر زي ما إيه طبعا مفروض يصدر بيان أنه هذا اللي تم وهذا وهناك يعني حالة، هناك شيء حتى على الأقل الناس يشعرون بأنه الإنسان حتى لو كان لو فرضا أنه عنده إشكال نفسي يعني طيب يقولوا للناس يعني هناك عنده ظروف اجتماعية ربما يعني هذا ليس طبيعته، وهو أعلن اعتذاره مثلا إذا جو وتفاهموا معه شرح لهم الحالة، يقدمون اعتذار للشعب الياباني
واللي معتقدات الشعب اليوم. حتى لو يعني حتى لو هو معتذر السفير مفروض يعلن اعتذاره والملحق الثقافي يعلن اعتذار للشعب الياباني عما جرى. صحيح. مشكلتنا احنا بالفعل ردود فعلنا بطيئه. انا متاكد انه فيه يعني متابعه من السفاره والمحلقيه التعليميه لكننا فيما بعد بندري يعني مشكله دائما ناتي متاخرا. وش تقول على فكره ترى يعني؟ القضيه السعوديه اهتموا فيها كثير. انا سويت بحث صغير في الجرائد العالميه عن الموضوع ما لقيت شيء يعني ما لقيت شيء مكتوب بشكل عن الموضوع هذا بشكل كبير يعني فقط احنا بس مهتمين فيه. واليابان واليابانيه لكن اتكلم عن الصحافه الغربيه لم تتحدث عنها. باليابان فيه اهتمام ما ادري عن الياباني لكن الصحافه الغربيه عموما لم تتحدث. لابد من الاشاده ما تعرف ياباني عبد الله للاسف. ايوه لابد من الاشاده باليابانيين لانهم في الحقيقه تعاملوا مع الموضوع بشكل موضوعي وعلى تصرف فردي وعلى انه ليس الموضوع انتماء الى حضاره معينه ممتاز. أو دين معين. هذا شيء رائع. إلى موضوعنا التالي. مجموعة صور تم تداولها لطفل يلف الحشيش استنفرت إدارة مكافحة المخدرات وجمعيات حقوق الإنسان لبشاعتها وبحثا عنه. الصورة لا شك أنها قبيحة بل هي جريمة ترتكب بحق الطفولة ما دفع إلى استنكارها على نطاق واسع. في غضون ذلك كشفت دراسة خليجية رسمية أن غالبية مدمني المخدرات في المملكة تعرفوا عليها خلال سنوات طفولتهم وقبل أن يبلغوا 18 عاما. دكتور عبد الرحمن أكيد أنك شفت المشهد وشفت الصور. بحثت عنها وشفتها. كيف لقيت يعني شوف اولا يعني هذه اول توضح لنا مشكله المخدرات في 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 المملكه ودليل عليها ما يضبط من كميات مهوله بين حين واخر ويكشف عنها المتحدث الرسمي لوزاره الداخليه. الامر الثاني يوجد للاسف يعني انتهاك فعلا لحقوق الاطفال في 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 المملكه ويجب ان يركز على هذا الموضوع. سوء تربيه الاطفال. يوجد مثل هذا الطفل آلاف بل مئات الآلاف يمكن من الأطفال خلف الأبواب المغلقة. هذه القضية اكتسبت الأهمية والاهتمام لأنها نشرت وهذا تجاوز أكثر من مجرد أنما يوجد يمكن كثيرين من الأطفال اللي يتعاطون أو على الأقل يختلطون بالمتعاطين بشكل يومي ويشاهدونه ويعتقدون أن هذا الأمر شيء عادي مو بشيء يعني غريب. لا بس هذا مصور بشكل عمدي هذا يعني. مقصود ولهذا يعني أنا يعني أشكر الجهات اللي بادرت في البحث في الإدارة العامة للمخدرات الدولي وأيضا اهتمت هيئة حقوق الإنسان في الموضوع وهم في سبيل البحث من خلال الآي بيز لمن قام بتحميل المقاطع هذه والمقطع وإن شاء الله يتوصلون لأن هذا فيه child abuse أصلا. صحيح. الطفل صحيح. هذا ضحية وليس يعني مرتكب جريمة نفسه. صحيح. طبعا أنا أعرف أنه الأستاذ أخبرني الأستاذ عبد الله الشريف مساعد المخدرات أنهم يبحثون والآن لمعرفة السبب. هل أنا أعتقد أنه يمكن في مروجين يستخدمون الأطفال لمثل هذا الفعل ولا لا؟ يعني لتسويق وتبسيط المسألة لتسويق ربما لكن مو بهالشكل هذا يعرض على العامة بهذا الشكل وبهذه استخدام الطفولة لتمرير فعل محرم يعني الطفولة دائما تمثل البراءة فأنا لما أمرر هالفعل المحرم من خلال الطفل يصبح سهل بالنسبة لي من يمكن وقوعه في مثل هذا الشرك. أنا أقصد المروج. ألا تعتقد أنه فيه مروج هو اللي يكلف الطفل؟ أنا ما أظن الحقيقة. أنا أقول دائما أن المخدرات فعل معيب فعل اجتماعي معيب ولذلك دائما تراهم في السر يمارسون هذا في السر. المسألة الآن خطيرة أصبحت تمارس على العلن يعني أصبحوا يظهرون هذه الأشياء يعني الطفل هذا وجهه يعني معروف لمن يعرفون اللي يقارب وكذا أنا بالنسبة لهذه أمر خطير جدا. صحيح. غير هالأمر حقيقة أيضا بس للأسف أن إحنا ركزنا على هالأمر هذا المخدرات تمثل خطر علينا لكن في ناس دائما يصورون مثلا بنات هواء في دول أخرى يسافرون يسوون بنات هواء في جلسات عاديه تعال يا فلان للبلد الفلاني انا ابغاك في البلد الفلاني وهذه نشوفها ونضحك عليها احنا لكن ايضا الدعاره مثل المخدرات تمثل انا اتمنى انهم يلاحقون الاشخاص هذولي ويلاحقون الاشخاص هذولي واتمنى ايضا ان يخرج هذا الذي عمل الفيديو في التلفزيون السعودي
يخرج في التلفزيون السعودي ويبين أنه عوقب بالشكل هذا ويحقق معه في العلن وأمام الناس. ممتاز دكتور، هل تعتقد أن ردود الفعل ردود فعل الناس المستهجنة كافية يعني؟ طبيعة الحال ما تكفي يعني. طبعا هو المشهد يمكن أحيانا بعض الحقائق قد تجرح وقد تؤذي كثيرا، ولكنها ضرورية بالنسبة لنا، هو كشف الواقع المرير الذي نعيش فيه. يعني العالم كله يعاني من أزمة بالنسبة لموضوع المخدر، ونحن جزء من هذا العالم، نحن مستهدفين كدولة، الحمد لله ربنا أنعم علينا بالمال، لذلك هذا المخدر سهل في الحقيقة الحصول عليه. مسألة أن المخدر يبدأ مع الطفل، هذا الكلام صحيح، يعني المؤشرات العالمية، ليس مؤشر سعودي، تحت 18 أغلب من استمروا مدمنين أو متعاطين المخدرات وهم راشدين بدأوا وهم أطفال. صحيح. هي ظاهرة عالمية، لا ما نستطيع أن نقول أنها ظاهرة أو تتعلق بحالة سعودية، لكن لعل هذا المشهد أنه يحرك الساكن. أنا عارف في جهود تبذلها الدولة وفي كشف لعمليات تهريب بكميات غير طبيعية في الحقيقة، يعني ويشكر عليها في الحقيقة، سواء جهاز مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، وتشكر عليها أيضا الجمارك، لكن يبقى القضية أكبر من ذلك. أين الأسرة؟ أين المجتمع؟ أين المدرسة؟ أين المسجد؟ أغلب مؤسساتنا المدنية في الحقيقة غائبة غيابا تاما في عملية إيش التأثير على مسألة انتشار هذا المخدر وتفشيه. أنا أقولها بكل بساطة، نحتاج إذا سمحت لي بس نص دقيقة إلى أن نطرح فكرة ما يسمى بالرقم الأسود. الرقم الأسود هو يعكس معدلات الظاهرة، هو رقم مخيف. نحتاج أن نقيس قدرات الجمارك في ضبطياتها، قدرات الأجهزة الأمنية في ضبطياتها، قدرات أو ما يقال يعني وجود هالمخدر في المجتمع سواء في الشارع أو في غيره، حتى نفهم حجم المشكلة وحجم الظاهرة، حتى نحدد خطة العلاج. أنا في اعتقادي في مشكلة وفي وفرة في المخدر بشكل غير طبيعي، نحتاج أن نتعامل معها بكل صراحة، وأن نتعامل معها أيضا بحزم وبإجراءات سريعة، لأن الأمور في الحقيقة لم تعد تنتظر. طيب أنت أستاذ عقل، كيف ترى أنه يمكن أن نضمن يعني حماية أطفالنا من يعني وحش المخدرات؟ يعني الأخوان الحقيقة يعني ما في شيء أقدر أضيفه للي قالوه، بس أنا عندي الجانب الآخر، وهو استخدام الفيديو في أكبر كم شوهد، أكبر كم يعني الآن عندنا ظاهرة في السعودية، واحد يجيب طفل ويجيب غنم خليها تهجم عليه، صحيح، يصوره يزعق يعني. طيب يعني هذا شيء مزعج ومضر يعني. صحيح. واللي يجيب كلب تكرمون، واللي يجيب مدري طفل ويعلقه، يعني قصص الحقيقة مؤلمة. صحيح. في انتهاك يعني. في يعني إذا أصبحت شخص معروف أو شيء، يعني فيه إجراءات، بس أنا أعتقد أن هذا لأنه هذا اعتداءات مثل الاعتداءات المباشرة. صحيح. مثل الاعتداء المباشرة، مثل الضرب. يعني هذه الآن كثيرة، يعني اللي يتابع الفيديو واللي كلهم يحاولون يصلون إلى أرقام وضرب يعني وجر وقصص، يعني كلها صحيح. للإثارة لإثارة الناس في الفيديو. صحيح. يعني لاستخدام الطفل أو البنت أو البنت لمشهد يريد هو يبيع هذا المشهد. هذه إن لم يعني يوجد لها عقوبات رادعة مثل الأفعال الحقيقية، وإلا فضيحة، يعني سنكون في مشكلة دائمة يعني. صحيح. فاصل ثم نعود إليكم. أهلا وسهلا بكم وإلى موضوعنا التالي. عشرة آلاف ريال مقابل إعطائها إذنا بالسفر، وخمسة آلاف ريال في حال تطلب وجوده معها في الدوائر الخدمية، إضافة إلى دفع مبلغ مالي كبير مقابل السماح لها بالزواج. هذا ملخص دعوى تقدمت بها سيدة خمسينية ضد شقيقها البالغ من العمر 24 عاما، بعد معاناة استمرت 4 أعوام في قضية ابتزاز من نوع آخر، نوع لم نعهد من قبل، يشكل ظاهرة جديدة تستوجب التمعن فيها. تدري شو المشكلة يا عقل؟ أنه ما يكفي المرأة أن تشتكي،
أيضا عليها أن تثبت، لأنه يعني ما في إثبات، أخوها يبتزها و... فبالتالي المشكلة ستظل يعني قائمة. كيف نحل المشكلة يعني في أن يكون للمرأة إلى حد ما شيء من الاستقلالية؟ يعني هذا مشروع موجود في مجلس الشورى وفي كل مكان، واللجان النسائية والناشطات والمسؤولين يقولون إيه والله حنا مع هذا. أمس يقولون السيدة تستطيع أن تصدر جواز، يظن يوم استمر التصريح، ثاني يوم قالوا لا ما يعني غير ممكن هولوا. فيعني المشكلة أيضا هذا في التقرير يقول أنه يعني مشكلة ظاهرة جديدة، لا من يوم الله خلق المرأة وهي مدرسة وأبوها يأخذ راتبها وأخوها يأخذ راتبها ويعني ولا تقدر تسوي ولا شيء إلى اليوم. ما في الفكرة، ما لم يصدر يعني شيء رسمي يحدد يعني حق المرأة في ممارسة حياتها حينما تبلغ السن القانوني، مثل الرجل بالضبط، ستظل هذه، لأنه ما هي بالمشكلة الآن. المشكلة يمكن يصدر أنظمة، بس من يحميها؟ من يحمي هذه الأنظمة؟ من يرعاها بالتطبيق؟ لا إذا أصدرت الدولة أنظمة هي مكلفة تحميها، لأن الناس سيقولون هذا فيه قرار. نعم فيه تباطؤ، فيه ممانعة، احنا عندنا ممانعات من نوع آخر. خلينا نشوف، لا يفتى وأستاذ القانون موجود، إيش رأيك يا دكتور خالد؟ يعني طبعاً. إلى أي درجة يعني تتيح الأنظمة المعمول بها في المملكة يعني أو تسمح هذه الأنظمة بهذا النوع من الابتزاز؟ في الحقيقة أولا ما عندنا فراغ تشريعي، في أنظمة في الحقيقة قائمة، في نظام الإتجار، مكافحة الإتجار في الأشخاص، ونظام الحماية من الإيذاء، نظامين يستوعبان هذه الصورة. يعني لأن واضح أن الصورة فيها عضل للفتاة، يعني باستغلالها ماديا حتى في عملية تزويجها، ليس فقط في حاجتها لمراجعة الجهات الحكومية أن قريبها وأعتقد أن شقيقها أن يأخذ مقابل على ذلك. لكن هل هي ممارسة في السعودية؟ وهي ظاهرة طبعا في المجتمعات اللي بعيدة عن المجتمعات الحضرية، قد نستطيع نقول يمكن في القرى، في بعض المجتمعات ذات الطابع العشائري والقبلي والأبوي، السلطة الأبوية والأخوية. هي يعني. طبعا هي لو لدينا شيئا من الوقت لشرحت أن الموضوع هذا له أصل حتى في الجاهلية لدينا، لأن كانت ممارسة معروفة قبل الإسلام، أن المرأة ما ترث، أن المرأة ما ترث، تحرم من كل شيء في الحقيقة ولا تملك. الذي يملك دائما هو الذكر، يعني سواء كان الأب سواء كان الشقيق، المهم الولي أو الوصي. طيب ما الذي يعيق يا دكتور التطبيق طالما أن تقول التشريعات موجودة؟ التشريعات موجودة، لكن تظل مسألة التوعية، تظل مسألة الإجراءات. التوعية، توعية الناس بحقوقهم، وهنا ما تكلم فقط عن صاحب الحق، أيضا هذا الطرف الآخر الذي أوذى هذه المرأة يجب أن يعي أن لهذه المرأة حقوق، إذ لم تمكن منها فإن لديها قنوات وفي طرق ووسائل تستطيع من خلالها أن تستوفي حقها. هذا أمر. طيب استنى بس فضل. وإذا تظلمت من الذي يثبت؟ يعني الحين هي هذه مثلا اشتكت، فبرضو كيف تثبت؟ إذا بنرجع للإثبات فهذه ترى قضية كونية، ليست قضية خاصة بنا فقط. الإيذاء والمشاكل في داخل الأسرة هذه أزمة عالمية في الحقيقة. إذا ستستمر المشكلة يا دكتور، تستمر المشكلة ما دام فيه مسألة تنازل عن هذه الحقوق من طرف أو آخر في داخل الأسرة، وهذا أمر هذه المرأة ما تنازلت، راحت واشتكت. هذه المرأة اشتكت وواضح الطريق بالنسبة لها، وفي اعتقادي أنها ستستوفي حقها بإذن الله كاملا. لكن يبقى أن أقول صعوبة المسار الإجرائي، المسار العدلي إذا كان طويل ونفسه طويل قد يصبح مؤذي بالنسبة للضحية أكثر من مسألة المطالبة بالحق. لأن تصور الضحية ستحكي وتشكي، ستذهب إلى شرطة، سيحقق معها في هيئة التحقيق، ستذهب إلى محكمة. إذن هذا المسار العدلي الطويل تحكي فيه ما حدث ومن طرف من أقرب الناس لها، أنا في اعتقادي سيكون مؤذي للغاية، وبالتالي أنا أرى في تكلفة نفسية عالية جدا بالنسبة للتقاضي، نفسيا وليس ماديا. نعم. وليس ماديا واجتماعية. أنا أعتقد أشوف الأستاذ عبد الله بالفعل العيب، أنا أعتقد العيب والعرف الاجتماعي هو الذي يعني يحول دون التظلم يعني والشكوى، سواء من قبل الفتاة أو من قبل المتضرر، ولا إيش رأيك؟ صحيح، هذا يمنع، لكن أيضا لو تظلمت إيش اللي بيصير؟ ياما تظلموا نساء ولم يحكم لهم. هذا اللي أنا أشوف إن الحل سهل وبسيط جدا. ليش في لا في دكتور في مشاكل في التشريع؟ يعني ليش ما تستقل المرأة؟ ليش سلطاتها التعريفية دائما بيد ابنها ولا أخوها ولا أبوها؟
لماذا؟ لماذا لا تستقل؟ هي تعرف بنفسها. أي. انتهي كل الأمر. هذا اللي يقوله عقل. متى ما استقلت المرأة بنفسها وعرفت بنفسها انتهت كل القضايا. يعني احنا ليش دائما نقول ان الرجل يجب ان يعرف عليها ثم نبحث عن دعائم قانونية تسند هذا الأمر اللي احنا نتكلم عنه. الأمر انها هي تعرف بنفسها وانتهت. انا والله اشوف ان المسألة هذه ليست يعني اشوف انها حالة شاذة من وجهة نظري. ان اخ ياخذ حالة شاذة. لا مش صحيح يا عبد الله، انت يمكن ما عندك انت ما عندك معلومة. انا مع الدكتور خالد انها منتشرة في كثير من مناطق المملكة. اخ ياخذ من اخته فلوس او كذا، ياخذ من اخته فلوس، وفي اولاد اباء ياخذون من بناتهم من اولادهم الذين يعملون. ناقشت قبل اسبوع رسالة ماجستير قدمها باحث سعودي عن عضل الفتيات ما بين التجريم والإباحة في النظام القانوني السعودي في جامعة الإسكندرية الأسبوع الماضي. يعني في الحقيقة أنا لم يصدمني ما شاهدت من معلومات في الرسالة، ومعلومات جدا قيمة تكلم عن الإطار العدلي وعن المشكلة من الجانب الاجتماعي والتحليل القانوني. هي مشكلة وظاهرة ومتفشية في المجتمع السعودي. بس بشوف أنا ممثل الشعب اللي هو عبد الرحمن العناد سابقا في مجلس الشورى، ايش كيف كان ممكن تحلوا؟ اي طبعا ما نقدر. انا اتفق اولا ان بالعكس لا توجد تشريعات تحمي المرأة وترفع الولاية عنها. ممتاز. يعني كلام الدكتور مع الاحترام، هو في تشريعات لمنع وقوع جرائم معينة، لكن اكثر الأنظمة تكرس الولاية على المرأة. حتى قضية الاعتراف بالبطاقة وطلب معرف وما إليه لا زالت هذه موجودة للأسف. وبعض القيمين على الأنظمة وبعض القضاة وكتاب العدل حتى لا يعترفون ببعض التعليمات اللي تصدر لهم باعتمادها. قد لا يكون، يعني أتفق مع عبدالله، قد لا يكون الابتزاز المادي موجود، لكن هناك أيضا ابتزاز نفسي وعاطفي للمرأة واجتماعي من زوجها من أخيها من الولي عليها. فالابتزاز يحصل بشكل مستمر للنساء. ممتاز. أنا على فكرة كان أتذكر بس كمثال بس الرد على عبد الله البريء اللي ماذا كان معنا زميل في العمل في فترة معينة وحالته يرثى له وراتبه كويس، فأقول له ليش كذا؟ فيعني يقول إنه أبوه كان يضغط عليه ويقول له إنه تم انتبار، فيرسل دائما راتبه لوالده، يعني أبوه أيضا مبتز. إلى فاصل ثم نعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا إلى موضوعنا الأخير على فكرة اللي ماله ذا. هو الحقيقة بحث علمي أظهر أن الدول الإسلامية تحتل مراتب متدنية في الالتزام بتعاليم القرآن، وأن دول غربية أي دول غير إسلامية هي التي تتصدر الترتيب، بدليل أنه يعني هذا البحث اللي قام فيه باحث من جامعة جورج واشنطن وصل إلى خلاصة أن ليست الدول الإسلامية هي التي تحتل المراتب الأولى في الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي وقيمه الحضارية، بل أن دول مثلا مثل إيرلندا والدنمارك لوكسمبورغ تأتي على رأس اللائحة. أستاذ دكتور خالد، إيش رأيك باختصار، إيش رأيك في هذه الدراسة؟ والله أنا ما أستغرب مثل هذا الأمر. هل يعتد بنتائجها تعتقد؟ طبعا أنا المفترض أقول نعتد بنتائجها. لماذا ما نعتد؟ لأن في الحقيقة فيها معلومات يمكن تعكس أشياء إسلامية حقيقية المفترض نحن نأخذ بها، فلنأخذ الرأي والنصيحة حتى ممن نعتقد أنه لا يدين بديننا. صحيح. أنا لا أرى بأسا في ذلك. ممتاز. وأنا أذكر مقولة لأن معناها يمكن البعض ما يرغب في ذكرها، يعني لأنها تنسب لسيد قطب حينما ذهب إلى فرنسا قال شاهدت إسلامي. هذا مو سيد قطب، هذا رفاعة الطهطاوي أو رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده، في ناس قالوا محمد عبده وفي ناس قالوا رفاعة الطهطاوي على حال. أيوة. فنبغى نشوف طيب أستاذ عقل، أنت يعني ليش المسلم يعيش بالفعل حالة من الازدواجية بينما بين الإسلام وسلوكه؟ المشكلة أنه يعني الآن سيفهم بأنه هذا يعني تقرير كفري ويعني لا احنا مدركين. انا اعتقد انه هذا يجب ان يضيء للمسلمين الطريق بانه الاسلام. يا اخي انا ما اعرف يعني، بس يقول الدين المعامله. اي صحيح. زين هذا التقرير
جزءا منه كبير لأن المقاييس اللي طبقوها طبقوا يعني المعايير الإسلامية. صحيح. مو بكيف إنه هذولاك مسلمين، لا، هذه معايير تعطي الـ كيف ممكن يصل حق الإنسان في التركة. يشوفون كيف تصل حقه في هالدول، تصله في بيته يكتشف إنه في رقم حسابه في إذا يتناهبون العيال التركة ويخلون البنات. الدكتور عبد الرحمن عنده تعليق. أيه؟ مع عدم التحفظ يعني على الفكرة العامة للمؤشر، لكن ترى المؤشرات فيها لعبة. يعني ما وش مكونات المؤشر؟ أيه؟ يعني مثلا لو كان من مكونات المؤشر عدد المساجد في البلد، من حتكون الدولة الأولى؟ أيه صحيح. لو كان عدد المصلين في المساجد، يعني المسألة. طيب المؤشر هو في الالتزام بالأنماط الحضارية. لا، في الالتزام بتعليم الدين الإسلامي. كنت تقولون لا مش لا المساجد ولا تعليم الالتزام بالتعليم الدين الإسلامي. فأنا أقصد إني ما أستطيع فيها التكافل وما التكافل. مع أني ما أتحفظ. ما أتحفظ زي ما ذكر الأستاذ عقل الدين المعاملة في التعامل. لكن في العبادات وفي الكذا أعتقد لو كانت هذه جزئية من المؤشر لكانت المملكة الأولى. أي بس لحظة عبد الله عتيبي، أنا رجال عدل، يعني من قيم الإسلام العدل. رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يقول الحكمة ضالة المؤمن. نعم. من وجدها فهو أحق بها. وأنا أقول طبعا أن المعرفة الإسلامية هي ضالة الإنسان الكوني، فإذا وجدها فهو حق بها. صحيح. يعني أنا بالنسبة لي إن الإسلام، أنا دائما أقول الإسلام دين منظم للحياة، وبناء على تنظيم الحياة أنا أدخل الجنة. بناء على تنظيم الحياة أدخل الجنة. الدول اللي فازت بالمراكز الأولى هي دول منظمة للحياة، فبالتالي هي الدول التي تفعل التعاليم الإسلامية. الدين الإسلام دين كوني، دين منظم للحياة. صحيح. شكرا للأستاذ عبد الله ناصر العتيبي، وشكرا أيضا للدكتور عبد الرحمن العناد والأستاذ عقل الباهلي والدكتور خالد العمير، وشكر موصول إليكم. نلتقيكم في الأسبوع القادم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.